انا نحب نفتح في صفحه جديده مع الحوار، وبديت نخدم عليها الحكايه اللي هي 6 ولا 7 اشهر. وانشد كريم الغربي بعثت له حتى ميساج بريفي، قلت له كريم اش قولك كان انت تجيني لليميسيون تاعي وانا نجيك لليميسيون تاعك، حلويس، ونكونوا انا وياك اليوم قدوه، وانت ممثل مسرحي وانا ممثل مسرحي، نوريهم اللي ساعه ما فماش اعلام، ما فماش قنوات، فما فن، فما محبه، فما صدق. اجا نبداو بها. انا اليوم نفتح من المنبر هذايا دعوه لنضال السعدي، كريم الغربي، البسام، جعفر جاني بطبيعته نعرفه يجيني، الهادي زعيم، اي واحد يخدم في الحوار يجيني انفيتي ولا يجي انفيتي في اي برنامج في التاسع نحلو على ذمته، تاسعة كامله. بربي شنو قالك كريم الغربي؟ شنو قال لي فكره باهيه، فماش تو مازلنا ما فما شيء. بتتر خاطر تخلي يخدم، بتتر ما نعرفش، فما اوامر ما نعرفش. كريم اكثر واحد نتصل به ونكلمه ودرا شنو. قلت له انا هاي محلوله، اي واحد من القناه التاسعه مرحبا به، ضيف عندي وضيف في التاسعه. ويحب زاد ما يستدعانيش ما يستدعانيش. هاي دعوه. يستدعوني نستدعوني نمشي. هاي باهي ياسر، دعوه مفتوحه لقناه الحوار التونسي. ونحلوا يقبل انه يمشي. ونحلوا صفحه جديده. صفحه جديده. باهي ياسر، ان شاء الله تكون دعوه مرحب به، وان شاء الله يتفاعلوا معاك قناه انا الحوار. انا عملت لي عليا. شنو نعمل اكثر من هكايا؟ هكا به، هكا جوك به. انا لطف. اي واحد من قناه الحوار مرحبا به، سواء في البوليتيك سواء مرحبا به في الايميسيون بتاعي، وانا مستعد نحلوا اي ايميسيون في التاسع. ان شاء الله ان شاء الله. والتاسع عبيدها راهو هذيك عقليه نتاعها اليوم. حتى تلقى التاسع عبيدها كيكا. هكاك التاسع عقليه نتاعها، انت قل نوف اليوم ولا قل سمير ولا قل حتى المولى التاسع. يقول لك جي با دو بروبليم، مرحبا بهم، ما عندناش مشكله مع حتى حد. وانا يستدعوني نمشي. على شرط يجيوني. لازم كريم يجيك مثلا؟ مش لازم كريم يجيوني، ما هو ما بادر انت يمشي انت. نمشي انا ما على شرط يجيوني. بعد نشوفوه بيان سور بادر نمشي. نمشي. كريم نمشي له، هادي نمشي له. شكون؟ نضال نمشي له. اما على شرط يجيوني معناها امين قاره تمشي له. جيت امين قاره تمشي لهش؟ تفتح صفحه جديده زاد مع امين قاره؟ يجيني نمشي له. نفتح صفحه مع اي واحد. ما عندي حتى مشكله. على نكره خيانة أمير قارة؟ ما نكروش. كيما قلت لك عارك متاع كلاشات متاع التلفز يزي منهم. اليوم شوف اليوم التلفزة التونسية كلها لازمها تعاود تراجع روحها. في مسلسلاتها، في إخراجها، في إنتاجها، في المعاملة متاعها مع الجمهور، في برامجها، في العلاقات في بعضنا. لازمنا الكلنا نراجعوا روحنا. ما تصيرش المراجعة هذيا راهو الميدان مش باش يقدم. خاطر كان ما نتقدموش نحن، شكون قاعد يقدم بالميدان؟ ما هو نحن الاعلاميين والفنانين، ما هو نحن نقدموا كان نحن في اشخاصنا ما نتقدموش، ما نتعلموش من غلاطنا، وما نحلوش ديما صفحه جديده. هو سمعت كمل تويتي قبيله قال لك فما اهم حاجه هي التجربه، اهم حاجه انها صفحه جديده. اكزاكتلي. كان ما عندناش العقليه ذيك في كل شيء، ما نجمش تشيك كان في التمثيل اهو. في حياتك لازم تكون متسامح، تخلط العباد. ها يا سيدي كيما الكورة بالضبط، هاي كنت جوارنا في ايكيب أخرى من بعد جيت مع ليكيب هذي، شنعمل؟ فهمت ولا؟ دونك كان اليوم نحن ما نرجعوش رواحنا حتى في الحقيقة، حتى في الكونتينيو نتاع الأعمال نتاعنا، منهم أنا روا نبعدوا على البوز والمشاكل في الكونتينيو نتاع الأعمال نتاعنا، كان ما نتصلحوش اليوم راهو سي بارتيغ دو لا راهو باش تقدم الحكاية. أبارتيغ من فكرة أني نقول أنا اليوم باش نقدم للجمهور التونسي اللي يتفرج فيا. مش نقدم للفنان بيدو اللي باش يجيني يضيف ولا باش يخدم معايا كبرودكسيون ولا كتلفزه. كان ما نبداوش اليوم نخمو فيها، نخمو فيها اليوم تعطي ثمار دون 5 اون. اليوم نعملوا عكسها باش تعطي حاجات خايبه دون 5 اون، قاعدين نشوفوا في التلف.